والقرآن هو أصل كل خير، فيه الهدى والنور، فيه بيان كل ما يحتاجه العباد. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على ما فرض الله وما نهى الله عنه، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فيه الترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فالوصية أيها الإخوة أيها الأخوات بالله، الوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، الإكثار من تلاوته ومن تدبر معانيه والعمل بما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ويقول: عليكم بهذا القرآن فإنه يأتي، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحاب شبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، إن حجة لك إن عملت به، وعليك إن ضيعت ولم تعمل به.